فيما تستمر سيطرة مسلحي موالين لروسيا على برلمان مدينة سيمفيروبل ومطارين في شبه جزيرة القرم، اتهم القائم بأعمال الرئيس الأوكراني ألكسندر تشيرتشينوف روسيا بشن عدوان على بلاده، مؤكدا أن موسكو تسعى لتكرار السيناريو الجورجي في أوكرانيا. إنهم يستفزوننا ويحاولون دفعنا باتجاه صراع مسلح وفقا لمخابراتنا. يعملون على سيناريو مماثل تماما لما حدث في أبخازيا. أخاطب شخصيا الرئيس بوتين طالبا منه الوقف الفوري للاستفزازات وسحب القوات من منطقة القرم ذات الحكم الذاتي والعمل وفقا للاتفاقيات الموقعة. في سياق متصل، أكد مراسل قناة يورونيوس في أوكرانيا تحرك عدد من العربات المدرعة التابعة للقوات الروسية على طرق رئيسية في القرم، وهي التحركات التي بررتها القوات بإجراء تدريب عسكري. إنها ناقلات جنود مدرعة روسية تسلك الطريق من مدينة سيباستوبل إلى مدينة سيمفيروبل، لكن من غير الواضح ما هي وجهتها النهائية.